سد النهضة، 5 سيناريوهات لوقف الملء الثانية. وسائل الإعلام تتحدث عن 5 سيناريوهات لوقف الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي. السودان يصدر بيانا جديدا بشأن بدء الملء الثاني لسد النهضة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب مصر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين لمصر. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. سد النهضة، 5 سيناريوهات لوقف الملء الثانية. سد النهضة الإثيوبية وطريقة التعامل معه، هذا ما سيتضح بعد الجلسة المصرية لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة يوم 5/8/2021. وترصد مصر اليوم في السطور القادمة 5 سيناريوهات متوقعة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبية داخل مجلس الأمن. السيناريو الأول، اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبيرة التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان، ومن ثم إصدار قرار يتبنى الرأي المصري السوداني بإيقاف الملء الثاني لسد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو. السيناريو الثاني، إلزام الجنوب الأثيوبية بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل والتي كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهي الاتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان. السيناريو الثالث، تشكل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الأثيوبية وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان. السيناريو الرابع، إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة. وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن قد وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبية ويحظى بدعم مصر والسودان. السيناريو الخامس، إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة وتأثيره على الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، ويعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة جلسة الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة الأثيوبية. وكثفت الدبلوماسية المصرية والسودانية تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لكسب دعم الدول الأعضاء بالمجلس في أزمة سد النهضة الأثيوبية، مع إصرار الجانب الأثيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي لخزان سد النهضة. من ناحية أخرى وعلى صعيد البرلمان المصري، قال كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن قيام إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة بشكل منفرد دون اتفاق يهدد السلم والأمن الدوليين ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها في المواثيق الدولية ببذل المساعي السلمية لحل المشكلات الدولية، متهما أديس أبابا بتجاهل كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقيات الدولية. وأضاف درويش أن أثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وتنصلت من التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وإدارة السد. واختتم رئيس خارجية النواب بأن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارا عدم الانتقاص من الحقوق المصرية أو الإضرار بها، وأن قضية المياه قضية أمن قومي مصري وسوداني. السودان يصدر بيانا جديدا بشأن بدء ملء الثاني لسد النهضة. تسلمت وزارة الري والموارد المائية السودانية خطابا من نظيرتها الأثيوبية تخطرها فيه ببدء الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار الحالية، مشددا على أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد. وقال عمر الفاروق كامل المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني في بيان صحفي الثلاثاء إن السودان يجدد رفضه الملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون اتفاق، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة. الدكتور هاني سويلم، مياه النيل ستتخطى حاجز سد النهضة بعد أسبوعين. أكد الدكتور هاني سويلم أستاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخان الألمانية أن ما تم رصده من بناء سد النهضة لم يصل إلى ما أعلنت عنه إثيوبيا، كما أن هذا يكشف أن الكميات التي يمكن أن تحجزه إثيوبيا من المياه
يكون أقل من ثلث حجم المياه التي أعلنت عنه، إذ أنه لن يصل إلى 13.5 مليار متر مكعب من المياه المحجوزة. وأضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة عبر شاشة القاهرة والرأس مع نهاية الصيف يكون الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة، مشددا على أن الجانب الإثيوبي لن ينتظر في الملء إلى أغسطس، إذ إن المياه بعد أسبوعين ستتخطى حاجز السدود. وأوضح أن هناك الكثير من المشروعات التي تقوم عليها الدولة لخفض تأثير سد النهضة، إلا أنه ليس هناك مشروع يغني عن مياه سد النهضة، مؤكدا أن مصر تتخذ مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع والتحول للري بالتنقيط. سد النهضة، 5 سيناريوهات لوقف الملء الثاني. سد النهضة الإثيوبية وطريقة التعامل معه، هذا ما سيتضح بعد الجلسة المصرية لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة يوم 5/8 يوليو 2021. وترصد مصر اليوم في السطور القادمة 5 سيناريوهات متوقعة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبية داخل مجلس الأمن. السيناريو الأول، اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبيرة التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان، ومن ثم إصدار قرار يتبنى الرأي المصري السوداني بإيقاف الملء الثاني لسد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو. السيناريو الثاني، إلزام الجنوب الأثيوبي بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل والتي كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهي الاتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان. السيناريو الثالث، تشكل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الأثيوبي وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان. السيناريو الرابع، إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة. وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن قد وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبية ويحظى بدعم مصر والسودان. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. لماذا تصر إثيوبيا على الوقوف ضد مصر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.